قم بشراء أجمل الملابس والأحذية الرياضية من موقع فاي سبورتس واحصل على خصم 5% مع أجمل القمصان والأحذية بأقل الأسعار وجودة عالية، وهذه المنتجات لا يمكن أن تجدها في متجر آخر. رابط المتجر وكود الخصم في صندوق الوصف، والشحن بيتم إلى جميع دول العالم. هيكون معنا النهاردة تحدي رائع وجميل جدا مع كريم اللي كان معايا في الفيديو اللي فات. هنستعرض النهاردة مهاراتنا في التسديد على الطاير وضربات الجزاء. هندخل نشوف في إيه ونبدأ على طول، يلا بينا. لو انت اول مره تشوف فيديوهات انضم الجيش اكشن سبورت، اقوى جيش مهارات في الدنيا، فعل زر الاشعار عشان ينزل لك الفيديوهات اول باول. يلا بينا نبدا بالمهارات. خلصنا اول تحدي فزت بيه، هندخل على التحدي التاني وهو تحدي البلنتيات. هيشوت كل واحد 3 مرات وهنشوف مين هيكسب. يلا بينا، مع ان احنا عارفين كلنا ان ضربات الجزاء ضربات الحظ، بس هنشوف مين اللي هيكسب. يلا بينا. لو جبت الكرة دي تكسب. الكرة جت في العارضة وحظي ما حلفش فيها. اخر كرة دي هنشوف ايه اللي هيحصل. يلا حتة فرجاني ساسي بقى اللي قبل. صدت الكورة. يلا نرجع للأمل تاني ان شاء الله. لو صدت دي كسبت.
وبكده شباب انتهت حلقتنا، نتمنى تنال اعجابكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وراكم في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله.